إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة أندرويد 18. إخواني أتمنى من صميم القلب أن تشاركوا هذا الفيديو وتضغط على زر اللايك إن أمكنك ذلك أو إن استفدت من الشرح. لكن إخواني قبل أن أترككم مع الجيم بلاي الخاص بهذه اللعبة، سوف نمر على شرح مبسط، لأن هذه اللعبة سوف تطرح رسميا لنظام الأندرويد والآيفون والحاسوب أيضا إخواني، حتى لنظام الويندوز سوف تطرح هذه اللعبة، لأن الحين سوف تقوم بعملية التسجيل الأولي حتى تحصل على هذه اللعبة، لأن أنا كان لدي جيم بلاي سابق عن هذه اللعبة، لذلك سوف أترككم مع ذاك الجيم بلاي حتى تشاهدوا نبدأ عنها، وهو بعد الدقيقة الثالثة على ما أظن. المهم إخواني، بالنسبة لمتجر جوجل بلاي، ما عليك سوى الدخول إلى المتجر والبحث عن هذه اللعبة. سوف أجعل لكم روابط اللعبة أيضا أسفل هذا الفيديو في الوصف. تقوم بالتسجيل، أنا حاليا اللعبة لدي، وأيضا قمت بالطلب كما أخبرتكم، أنا حملتها منذ مدة، يعني جربت هذه اللعبة منذ مدة، يعني كانت على ما أظن ممكن 6 أشهر منذ أن قمت بتجربة هذه اللعبة، ولكن الحين سوف تطرح رسميا وللجميع. الجميل في الأمر أيضا أن هذه اللعبة سوف تكون بها اللغة العربية. أما بالنسبة للجرافيك الخاص بها، صدقوني أنه رائع وممتع جدا، وسوف يعني لمن يعرف اسم هذه اللعبة فهو يعي الشيء الذي أتحدث عنه. صراحة يعني أنا قد نالت إعجابي منذ التجربة الأولى التي قمت يعني بتجربتها، صراحة لعبة جميلة جدا. أنصحكم بالتسجيل للحصول على هذه اللعبة، وهي تحت اسم دياد رايفوز، أي بمعنى أنك أيضا سوف تقوم بمقاتلة الزومبي، هذا هو مضمون هذه اللعبة. لكن صدقوني أنها لعبة ممتعة ورائعة جدا، يعني أنا أيضا بشغف كبير جدا لهذه اللعبة. بالنسبة لحجم اللعبة أيضا إخواني، سوف يكون بالنسبة لنظام الأندرويد تقريبا 1 جيجا بايت، أما بالنسبة لنظام الآيفون سوف يفوق 1.1 جيجا بايت، وهذا الحجم الذي سوف تجدونه على متجر أب ستور. المهم إخواني، لن أطيل عليكم في هذا الشرح. أخي، إن فادك الفيديو والشرح فلا تبخل عليه بمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع، ولا تبخل عليه بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصل بكل جديد الفيديوهات. أما الآن فرجة ممتعة مع بقية هذا الجيم، وإلى اللقاء. Good morning, Apocalypse! This is Carla Montes coming at you live from Shelter, Colorado, where the forecast today is sunny with 100% chance of zombies, 70% chance of infected horrors, 30% chance of mutants, 5% chance of heat lightning. Sure is great that human societies dissolved into a bunch of shouty little factions who'd sooner stab each other to death than deal with their zombie problem, huh? Get out of my way! In related news, for the first time in a long time, we here at the shelter are recruiting new members. And not because raiders broke through our defenses and kidnapped everyone except me. We're just really friendly. Consider a career in farming, animal husbandry, or saving me from the horde of zombies I just spotted on the horizon. So, until I run out of food, this is Carla Montes signing off.